الهدف أو من إضافة الهدف الثاني. إذن ناجي يؤكد أن ورقة رابحة لاتحاد العاصمة. ناجي وراء الهدف الأول من خلال الحصول على الجزاء، وناجي يوقع ويمضي الهدف الثاني. هدف ثاني لاتحاد العاصمة يصعب من مهمة فريق شباب الوزداد. اللقطة واضحة، يعني توزيع كما ينبغي، ارتقاء جيد. هو يحسن هذه الكرات، ولكن أنا نرجع نقول بأنه الفضل يعود إلى اللاعب ليلي في تكوين الفرصة الأولى اللي جات على إثرها ضربة جزاء، وكذلك الفرصة هذه عندما مرر الكرة إلى بدبودا الذي وزع كرة دقيقة.